تذاكر؟ رينير تذاكر؟ تذاكر؟ تذاكر 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 استاذ تذاكر تذاكر استاذ تذاكر استاذ ها تذاكر ما انا لو كنت حودت على شباك التذاكر ما كنتش لحقت القط يبقى تدفع انا معايا تذكره زياده خلاص بديله تمنها يا رايح اسوان ما انا رايح اسوان تذاكر حسابها كام دي يا حاج لا خلاص انا عازمك وبعدين كفايه انت جاي ضيف عندنا في اسوان لا ما يصحش معلش حسابها كام انت بخير ولا ايه يا جدعان اولا التذكره ديت ما دفعتش حقها دي بتاعت واحد صاحبي والمفروض ان هو كان راجع معايا غير رايي اقول لك تشوفه وتبقى تدي له حقه كتر خير خلاص اعزمك انا على شاي بقى خلاص اتفقنا مشاريب المشوار كلها عليك ريح يا نهار ابيض انت كده هتدفعني ثمن التذكره ست مرات ده المشوار نص يوم انت نازل بيت مين في اسوان لا انا مش نازل بيت انا قاعد في لوكاندا لوكاندا ايه الجراند جراند اوتيل تعرفه؟ اعرفه ده اشهر من الهرم دي لقنده الاكابر اه انت بقى رايح تشتت هناك ولا ايه؟ يا ريت انا بقول برضه الاسم الكريم ايه؟ محسوبك دميان عشت الاسامي عم دميان وانا علي المنصوره ده اهليه اشمون الرمار باين برضه باين وانت رايح بقى تشتغل في الجراندس يا علي ولا ايه؟ لا ده انا اختي هي اللي بتشتغل هناك طب وهتنزل فين؟ والله مش عارف لسه انا عايز اطمن عليها الاول وبعد كده ابقى اتكون في اي حته مش مشكله طيب بقول لك ايه لو اختك ما عرفتش تتصرف احنا نشوف لك اوضه كده على قد حالك انت بس تسال هناك تقول فين مستودع دميان الف مين يدلك وهيجيبوك عليا على طول كتر الف خيرك متشكرين بس اطمن عليها الاول ان شاء الله ربنا يطمنك عليها امين أخويا وحبيبي علي عمري ما هقدر أوصف لك أنت وحشني قد إيه وغلاوتك عندي محيشني عنك غير الشديد القوي الظهر أختك طلعت هبلة كنت فاكرة أن أنا لما أترقى وبقى مدير الدور هرتاح أتاري الشغل طلع أكتر بكتير والعلاوة الصغيرة اللي بيدوها لي ما تجيش أي حاجة جنب هدة الحالة اللي بتهدها كل يوم الناس دول ما عندهمش اي حاجه ببلاش يا علي وانا كل لما ادخل عليكي الاقيكي قاعده بتكتبي بجوابات قولي لي بقى انه لاخوكي برضه اصل انا عبيطه وانا 100 مره هقول لك ما تدخليش زي القاضي كده يا فاطمه انا ما بخبطش غير على النزلة انت نزيله لا مش نزيله بس انا ريستك وكلمه مني لست سكينه هتسود عيشتك انت عارفه لا وتقولي ست سكينه ليه انا جايه ابلغك اوامر اسمه هاني وعايزه ايه بقى اسمه هاني وانا بدخل لها الشاي قالت لي روحي لضحى قولي لها تجيب فستان الحفله من التنتور ليه وتجيلي على طول وهي قالت لك ضحى بالاسم اه قالت لي ضحى بالاسم وما قلتلهاش ليه بقى ان انا في الراحه هو حد فينا النهارده هيشوف راحه ده من صباحيه ربنا والنزل قاعدين بيقفوا واحد ورا التاني واحد ورا التاني مبقاش في خرم ابره في اللوكان ده كلها بقول لك صحيح يا ضحى ايه هو النهارده هيطفوا الانوار الساعه 12 والناس هتبص بعض هم يا فاطمه مش احنا طيب روحي ودي لها بقى الفستان لحسن تقولي اني ما قلتلكيش طيب روحي شوفي وراكي ايه الفستان يا هانم حطيه في الدولاب انتي عارفه بتاذي نفسك قد ايه باللي بتعمليه انا مش عارفه حضرتك بتتكلمي على ايه
عن حاجتي اللي سرقتيها. وانا قلت انا عايزه ايه قصاد الحاجات دي؟ تساوميني بقى. انا من حقي لما يبقى مش معايا. من حقك اي حاجه. ولا الامانه اللي معايا من حق حد غير اللي مبادر. خلاص روحي شوفي شغلك. انا بقيت طول الوقت خايفه يا علي، لدرجه ان انا حتى ما بقتش عارفه انام. انا بجد كان نفسي تكون جنبي الايام دي، كان نفسي ترمي في حضنك وتطمن زي زمان. بس القلب الوحيد هنا اللي بطمن لما يطبطب عليا هو مراد بيه. مين؟ مين هنا؟ الله على ليلى مراد وهي بتغني ليالي الأنس في فيينا. اسمها هاني يا فخر هاني. مش مهم مين اللي بيغني، المهم فيينا. انت روحت فيينا؟ فيينا جميلة بس أنا ما روحتش فيينا. فاتك كتير قوي. أنا روحت مع زهيري الله يرحمه. يا قضيت ليالي الأنس بجد. أصل زهيري كان صفيق. الساعة تقريبا 12 يعني. قول لكل الويترز يثبتوا أماكنهم، الأمور قربت تفي. اتفضل. ضيوفي الأعزاء، ضيوف الجراند أوتيل، كل سنة وأنتم طيبين. أتمنى إن السنة الجديدة دي تبقى سنة جميلة سعيدة عليكم كلكم.
وانت كمان وحشتني قوي يا مراد، كلكم وحشتوني قوي. لا بس انت وحشتيني انا اكتر واحد فيهم. انا بس صعب عليا قوي ان انا ارجع الاوتيل ما الاقيش بابي موجود. الله يرحمه، الوضع صعب علينا كلنا، بس ما هو للاسف هي دي سنه الحياه. عارفه، هو بقول لنفسي كده طول الوقت، بس فكره ان انا ما ودعتوش قبل ما يسيبنا وجعيني شويه. انت عارف انا كنت عايز اجيلك لندن علشان اكون جنبك وابلغك الخبر بنفسي، بس كان صعب جدا ان انا اسيب الاوتيل ومامتك واختك في الظروف دي. انا لسه مش عارفه هي ليه ماما كانت عايزاني نرجع بسرعه كده، ده انا لسه مخلصه امتحاناتي ما بقاليش يومين. اكيد هتقولك. المهم دلوقتي ان انت رجعتي علشان الدنيا من غيرك هنا ملهاش اي طعم. ادخل. الفستان يا هنا. كل ده انا طالباه بقى لي ساعه. هو فعلا اتاخر بس انا فضلت قاعده على ايديه. خلاص انت هتحكي لي قصه حياتك، حطيه على السرير وروحي شوفي شغلك. نازلي وصلت. ليه ما جبتش بدله جديده عشان حفله بكره يا احسان؟ هو ايه عند معايا وخلاص؟ مش عنده ولا حاجه يا حبيبتي، انا عندي بدل البدله 50 وفيهم بدل ما لبستهمش ولا لابسه واحده حتى. خلاص يبقى نقي اشيك واحده فيهم. انا مش عايزه اي حاجه تحصل في حفله بكره، انت عارف هي مهمه بالنسبه لي قد ايه. حاضر يا حبيبتي، بس مفيش داعي للعصبيه. ممكن توصي مامتك عليا وتقولها ما تتعصبش. طب ممكن بقى تقوم تقيس البدله وتوريهاني عشان ما تعصبش يا احسان. حاضر. ماهر مفتاح سويت نازلي هنا. يا نازلي وحشتيني وحشتيني بجد. وكلم اسمها تهاني وامال هاني وقول لهم انها وصلت. حاضر. كل اللي امرت انه يتعمل في السويت اتعمل من بدري يا مرات بيه. شكرا يا ماهر. عفوا. بس واضح ان لندن بتحلي، بقيتي مادموزيل زي القمر ولا البرنسسات. احكي لي بقى عن لندن. لندن كلها؟ اصل انا وعمك زهيري الله يرحمه عشنا وقت طويل في لندن، محافظه لندن شارع شارع وحي حي. معلش احرمكم من بعض يا فخر هانم، نازلة اكيد محتاجة تغير وترتاح، بقالها يوم تقريبا بتسافر. اه اتفضلي يا نازلة، انا قاعدة مش رايحة في حتة. بعد اذن حضرتك. اتفضلي. كان لازم انقذك منها والا ما كنتش هتقومي غير بكرة الصبح. طبعا انا عارفة. قولي. وحشتيني. انتي اكتر. ايه الجمال ده؟ كبرتي. مش للدرجه دي يا اسمك هاني، ده اقل من سنه. انا بعدين هعاتبك على السنه اللي عدت دي. ما كنتش قادره يا ماما. خلاص قومي اطلعي اوضتك استريحي وخدي الدوش، غيري هدومك، العشاء بعد ساعه. يا حاضر. كلمتها؟ مش اتفقنا ان حضرتك هتكلميها الاول؟ مش هنا. وحشني قوي. انت كمان كنت وحشه قوي. عارفه
يقول الكلمة دي لكل واحد يقابله في الأوتيل. صعبان عليا إن أنا كنتش موجودة من ورا. أمر الله. قولي الحمد لله إنه لا رقد ولا تعب ولا اشتكى. الحمد لله. كبرتي بقيتي عروسة. الحلاوة دي الحلاوة دي. بقول لك ايه يا شيف؟ ما تحطيش شويه شوربه سخنين كده. حاضر، بس الست سكينه لو طبت فجاه ما تقولهاش ان انا اديتك حاجه، علشان هتقول لي لسه عشانا بعد عشا البهوات. حاضر، بس انا لسه بتغدى وانا حطيت حاجه في بقي من بعد الفطار. حاضر. يا ورد، ما انت كنت لسه ما اتغديتيش؟ ما انا معاد راحتي دلوقتي. مش انت اللي حاطط مواعيد الراحه بتاعت الاسبوع ده وعارف كل واحد فينا ميعاده امتى؟ لو عايزانا غير مواعيد الراحه قولي لي ومالكيش دعوه. اخرتها امين، ما بتزهقش؟ وفي ايه بس يا ولد؟ في ان انا غلطت افهمك وانت ما انتش عايز تفهم. انت ما بتفهمش عربي؟ لا بفهم، بس انا كنت عايزك تديني فرصه أشعرك مشاعري بس ناحيتك بقت عامله ازاي؟ لا ما تقلقش، مشاعرك مدلدقه في كل مكان، يا دوبك بس ناقص تطلع لي في المنام. والله الحكايه دي مضايقاك قوي. يا امين انا ما بحبش المشاكل، وانت مشاعرك اللي باينه قدام الناس دي كلها عامله لي مشاكل، انا واحده بحب امشي جنب الحيط، لا حد يعرف عني حاجه ولا اعرف حاجه عن حد. مش هسمح لحد يعمل لك مشاكل يا ولد. لا والنبي. وانت مين ان شاء الله عشان تسمح ولا ما تسمحش؟ انت حتة خدام من الخدم زيك زيه وعليك وعليا اساد من اول ست سكينه اللي مننا لحد اسمه تاني. ودي علاقته ان انا بحبك. انا بحبك يا ولد. وانا ما بحبكش يا امين، افهم بقى. على فكره انا فاهم. انا مش غبي يا ولد. وبحس كمان. بس سؤال بالباب. قربي غلب الباب شويه، اديني فرصه بس اشرح لك. يعني هيقول لي اديني فرصه؟ اديك فرصه بأماره ايه؟ فيك ايه يستحق ان انا اديك فرصه واجي على قلبي عشانك اللي مش حاسس بيك من اساسه؟ جهك ولا مالك ولا انور وجدي اللي انت شبه؟ عاجبك كده؟ وراح متقابلك يا امين سابني في حالي. مش عايزك، سبيت نفسي. انت رايح فين؟ ايه يا عم في ايه؟ داخل اللوكاندا. داخل بتعمل ايه؟ الناس داخله خارجه، ايه ما شفتكش بتسال حد فيهم يعني؟ دي لنزله في اللوكاندا. وانت بقى عارف النزله واحد واحد؟ طبعا عارفهم واحد واحد، يبانوا من هيئتهم. انت نزيل؟ لا مش نزيل، وانا اختي بتشتغل هنا. اتفضل خش لها من باب الخدم. يلا يا استاذ اتفضل. يبص لي اتفضل. سعيدة. أنا فين يا أخ؟ داخل. داخل فين؟ داخل الجنة، داخل سراية الملك. يا جدع أنت بتتكلم كده ليه؟ هي دي مش لوكاندا؟ يعني عادي الناس بتدخل وتخرج منها، إيه المشكلة؟ الدخول والخروج من بوابة رئيسية، هنا اللي شغالين هنا بس. أنت شغال هنا؟ لا يا سيدي مش شغال، أختي هي اللي شغالة. اسمها إيه أختك؟ اسمها ضحى صلاح عبد الجواد. إيه ده؟ انت علي اخو ضحى؟ ايوه يا سيدي انا علي اخو ضحى. برضه ممنوع الدخول. هو ايه اللي ممنوع الدخول؟ ممنوع ادخل لاختي؟ اختك ما بقتش شغاله هنا، اترفضت من زمان. اترفضت يعني ايه؟ اترفضت يعني اترفضت من شهر واحد، يبقى لها فوق 9 شهور. ما
اخوها ازاي انت ما تعرفش عنها حاجه؟ في حد ما يعرفش حاجه عن اخته؟ يا اخي والله العظيم اخوها بقول لك، وهي كانت متعوده تبعت لي جواب كل اول شهر، بس قعدلها فتره كده قطعت الجوابات فجيت اطمن عليها. وانت قلبك ما كانش شغال غير دلوقتي؟ ظروف بقى يا اخ. انا امين يا علي. عاشت الاسامي امين. طب ممكن سيجاره عشان سيجاري خلصت؟ لا انا ما بشربش سجاير. انت بقى ممكن تشتري نفسك سجاير وانت في طريق الرحيل. يلا. لا رحيل ايه؟ انا مش ماشي من هنا، انا لازم افهم اختي اتطردت ليه وراحت على فين. محدش جوا يعرف حاجه عن اختك من ساعه ما اختفت من هنا، ومحدش يعرف عنها اي اخبار. طب هي اترفدت ليه؟ بقول لك يا جدع، انت لو مشيتش من هنا هخش عندك حد يقطع لك رجلك. طب انا اروح ادور عليها فين دلوقتي؟ في اي حته تانيه غير هنا. طب انت تعرف فين مستودع دميان؟ اه بس انت مش هتعرف تروح بالوصف لو ما تعرفش حاجه في البلد هنا. انا ولا اعرف حاجه ولا اعرف حد هنا، وحتى دميان ده انا قابلته من شويه في القطر. طيب استني هنا، انا هخش اغير وانا كده كده رايح لدميان. استني هنا. ما تاخرش. مش قادره اقاوم فضولي اكتر من كده يا ماما. يعني انت اصريتي ان انا ارجع من لندن فورا بعد ما اخلص امتحاناتي، لدرجه ان انا بقالي يومين صاحي قاعده بلم في حاجتي، واكيد نسيت حاجات هناك. ووعدتيني انك هتقولي لي اول ما ابقى قدامك، واديني اهو قدامك. علشان حفله بكره يا حبيبتي، مش ممكن تتاجل اكتر من كده. حفله بكره؟ يعني حضرتك اصريتي ان انا ارجع عشان احضر حفله تنصيب مدير الاوتيل؟ للدرجه دي انا وجودي مهم؟ ده مش مجرد حفله تنصيب مدير اوتيل، ده الشخص اللي هيبقى مكان ابوكي الله يرحمه، اللي هيهتم بكل كبيره وصغيره خاصه بينا. فاهمه يا ماما. وامال قالت لي انك وعدتيها انك هتعيني احسان. انا بس مش فاهمه اهميه وجودي انا في الموضوع. انا ما وعدتش اختك بحاجه، ده كان مجرد رغبه ابوكي ان اللي يمسك المنصب ده يبقى جوز بنته، علشان يعني يبقى امين علينا. طيب ما هو جوز بنته يعني احسان او مراد. بعد ما نعلن خطبتكم بكره. نعلن خطبتنا بكره؟ ايه؟ اتفاجئتي ليه؟ ما كنتش عارفه ان هو قاعد مستنيكي تخلصي دراستك وترجعي على طول علشان تعلن الخطوبه؟ ايوه بس مش بكره. ما تقوليليش انك انت لسه عايزه تتعرفي عليه. ايه؟ انتوا بتحبوا بعض من وانتوا صغيرين. لا انا ما عنديش مشكله ان احنا نعلن خطوبتنا، انا بس مستغربه السرعه. يعني للضروره احكام. وبعدين مراد جهز كل حاجه، جاب الدبل وعمل كل حاجه على ذوقك. اخ لو تشوفي فستان الخطوبه تكلم. خلاص بقى يا عم، انت بقالك ساعتين عمال بتعيط. بس انت مش عارف انا بحبها قد ايه. والله العظيم عارف. عرفت انت من ساعه ما سكرت وما عندكش سيره غيرها. ايه سكرتني؟ انا ما بسكرش. انا لو شفت الخبره دي كلها مش هسكر. يعني انت دلوقتي مش سكران؟ لا. امال انت ايه؟ انا بحبها قوي. طيب بحبها بس انشف شويه. انشف ازاي يعني؟ ايه انشف؟ ما انا ناشف اهو جامد جدا. على فكره ورد لو دورت في الدنيا كلها مش هتلاقي راجل جدع زي يحبها ويشيلها في عينيه. صح، انت عندك حق. وعشان انت بقى راجل وجدع اقف جنبي. عايز اعرف ضحى اختي اترفدت ليه؟ شوف انا بتكلم في ايه وهو بيتكلم في ايه؟ ما انا بكلمك على اللي قلبي واكلني عليها زي ما انت بتكلمني عن اللي قلبك واكلك عليها يا امين. يا اخي حط نفسك مكاني، لو اختك كنت هتعمل ايه؟ انا ما عنديش اخوات. يوه، ضحى اترفدت ليه يا امين؟ ده اختك غلطت غلطه كبيره قوي. عملت ايه؟ مدت ايديها، سرقت عقد بتاع اهم نزيل عندنا في الاوتيل. انت بتقول ايه يا عم انت؟ اختنا تسرق؟ مستحيل. اسمها تهاني صاحبه الاوتيل طلعت العقد من جوه دولابها. انت شفته بعينك؟ بعد ما طردت ضحى دخلت الاوضه بتاعتها وطلعت ومعاها العقد. برضه مستحيل اصدق، دي اختي الصغيره وانا اللي مربيها.
مستحيل تعمل حاجه زي كده. ما احنا كلنا قلنا كده، قلنا دوحة مستحيل تعمل كده، دي غلبانه وبنت حلال وطيبه وعشه ومعانها بقى لها سنين. بس يمكن الشيطان ضحك عليها ولا حاجه. انا عايز اقابل الست صاحبه اللوكال ده. تقابلها ازاي يعني؟ انت فاكرها بني ادم كده زينا زيها واي حد يقابلها؟ احنا خدامين عندهم يا علي. وارد قالت لي كده. انت لسه بتعيط يا بيه؟ بقول لك يا عم دميان مالكش دعوه بيا دلوقتي، تسيبني في حالي. خلاص اهدى اهدى. عملت ايه في المطرح اللي هبات فيه يا عم دميان؟ والله يا علي يا ابني انا لفيت كتير ما لقيتش. يعني ايه ما لقيتش؟ ما انت لازم تتصرف يا عم دميان، ابات فين انا؟ وانا مش ماشي من هنا غير لما افهم كل حاجه. محدش فاهم حاجه. اللي انا عايز افهمه، انت ليه مش عايزني اشوف لك اي اوضه في بنسيون متاول من اللي حوالينا؟ بلاش حاجات البنسيونات دي يا عم دميان، انا ماليش فيها وماليش تقول عليهم. مالكش تقول على البنسيونات ليه؟ مالكش دعوه انت وخليك في اللي انت فيه. كده برضه اهلي بتفكرني وتقلب عليا المواجع. خلاص خلاص حقك عليا. حقك عليا ما خدتش بالي. طب هروح يعني. استنى تروح تروح فين؟ ايه ده؟ امسك نفسك. استنى. سلام يا عم دميان. سلام يا علي. انا خلاص متشكرين يا اخ، انا كده انا هعرف اروح. متشكرين ايه؟ هو في حاجه ببلاش؟ انا عايز منك خدمه. خدمه ايه؟ نازلي كنت خايف لا تكوني نمتي. ما انا بنام فعلا. معلش يا حبيبتي كان عندي شغل ما ينفعش يتأجل، ولو ان علشانك كل حاجه ممكن تتأجل. اسمها هاني بلغتني انها قالت لك. اه قالت لي. اخيرا يا نازلي. الفستان حلو قوي. لا لسه ما بقاش حلو، هيبقى حلو هو عليكي بكره. مبروك عليا. مبروك علينا. تصبح على خير. انت من اهله. يقطعني. خضيتك؟ هو انا مش مبلغك ما تطلعيش انا غير لما انا اقولك؟ اعمل ايه؟ الشوق متمكن مني. اخر مره تسمحي لي انه يتمكن منك. ومن بكره مش هتطلعي هنا غير عشان تنضفي الاوضه دي وبس. مش فاهم. مش مهم. المهم يتنفذ الامر. يعني اخينا تنايمني على الارض وانت جنبك سرير فاضي؟ حط صوتك، حط صوتك. لو حد عرف ان انا بقيتك هنا هحصل اختك. هنا ما بيرحموش. بص تحت الكوم هنا الساعتين دول عشان حد دخل الصبح ما يشوفكش. طب تقفل باب بالمفتاح. ممنوع. ممنوع المفاتيح في اوضه الخدم ممنوع. ليه يعني؟ يعني هو كده، هو كده. هنا ممنوع المفاتيح. فوق عادي ممكن اللي عايز يقفل على نفسه يقفل على نفسه. بقول لك ايه؟ انت هتنام ساعتين سواد الليل بس. ها؟ اول نهار ما يطلع هتمشي. ومش هينفع اشوفك هنا تاني. لو عايز تقابلني نتقابل عند دميان بقى. انت كمان عارف ان ضحى بريئه ما عملتش حاجه صح؟ عين الشنطه. ضيوف الجراند اوتيل، كل سنه وانتم طيبين. اتمنى ان السنه الجديده دي تبقى سنه جميله سعيده عليكم كلكم. في الحقيقه
الحقيقة أنا مش عايزة أتقل عليكم بذكريات أليمة بالنسبة لي وبالنسبة لعيلتي، بس بما إن أنا بعتبركم عيلتي الكبيرة اسمحوا لي عايزة أقول لكم على قلبي. قد ما أنا سعيدة إن كنتوا موجودين حواليا النهاردة، قد ما أنا حزينة لأن السنة دي جوزي أدهم حفظي الله يرحمه مش موجود معانا. دي أول سنة بحتفل وهو مش موجود، بس أنا حاسة إن هو حوالينا، حاسة إن هو بيحتفل معانا بروحه ودايماً في قلبه الخير لكل الناس. يلا نبتدي مع بعض الكاونت داون ونتمنى من كل قلبنا الحب والخير لكل الناس.